من أهم المؤشرات اللي عادة تستخدم هي مؤشرات المتعلقة بمستوى النمو، نمو في الأرباح، النمو في عدد العملاء، النمو في الحصة التسويقية أو الحصة السوقية إلى آخره. فإزاي إحنا نحسب معدلات النمو من سنة لسنة؟ ده اللي هنتكلم عليه. بس خليني أنوه هنا إلى حاجتين. أولاً، كل الناس تقول عليه معدل نمو، هو في واقع الأمر نسبة مئوية للنمو وليس معدل للنمو. المعدل ما بنضربش في 100، وده خطأ شائع، فعشان كده أنا كتبتها بين قوسين. الخطأ الثاني إن إحنا بنقول النمو، إحنا المفروض ما نقولش النمو، لأن هو ممكن يبقى ينمو وممكن ينخفض، فالمفروض نقول نسبة التغير، والتغير تبقى تعبير نيوترال عادي، يعني ما فيش فيه لا إيجابي ولا سلبي. فبالتالي نقول نسبة التغير كانت موجبة يعني زادت، أو نسبة التغير كانت سالبة يعني قلت. لكن لو قلنا نسبة النمو زادت أو نسبة الانخفاض، فمن الأفضل إن احنا نسميها نسبة التغير وما نسمهاش زي ما هو سائد معدل النمو. لكن أنا كتبت الاتنين ونوهت إلى هذا الخطأ الشائع، وبالرغم من إن هو خطأ شائع لكن هو ده اللغة اللي أنا استخدمتها. احنا لغاية دلوقتي اتكلمنا زي ما احنا شايفين عن وحدات قياس مختلفة، عن العدد والمعدلات والنسب، واتكلمنا عن النسب المئوية، واتكلمنا ازاي نخلي النسب المئوية بدل ما هي متساوية الأوزان نحسبها نسب مئوية مرجحة. ودلوقتي احنا بنتكلم في نسب النمو أو نسب التغير أو النسب المئوية للتغير في واقع الأمر. النسبة المئوية للتغير اللي هو الخطأ الشائع اللي بنسميها معدل النمو هي عبارة عن قيمة الفترة السابقة ناقص قيمة الفترة الحالية مقسومة على قيمة الفترة السابقة، ومكتوبة هنا بالإنجليزي how to calculate growth rate present minus past مقسومة على الباست، ومفروض طبعا يضرب في 100 لأنه هنا لما قسم في هذا المثال طلع كسر 10 لكن حوله إلى نسبة مئوية. نسبة النمو أو معدل النمو ده يعتبر من المؤشرات المفيدة لعدة أسباب، هنذكر منهم سببين. أولا، سهولة مقارنة أداء كيانات مختلفة الحجم، ففي طفل وفي والده والاتنين بيكلم والاتنين بينمو، لكن نسبة نمو الطفل غير نسبة نمو الأب. الاتنين بيكبروا لكن نظرا لأن واحد بيبدأ من حجم منخفض والتاني بيكبر بيبدأ من حجم أكبر، فأفضل من قرينش نقول أنا زدت 3 كيلو، الطفل زاد 3 كيلو والأب زاد 3 كيلو مثلا. ما ينفعش نقول إن نقارن القيم المطلقة، ولكن أفضل إن احنا نقارن قيم النمو النسبية، فعشان كده نقارنه بالأصل. فخلينا ناخد مثال، والمثال ده أنا جبته من مدينة المنصورة في جمهورية مصر العربية، وده طبعا تحيز بعد إذنكم لأن أنا من هذه المنصورة الجميلة عروس النيل. نفترض إن في فرعين لسوبر ماركت، فرع في حي الحسينية اللي أنا اتولدت فيه، وفرع في حي توريل اللي أنا الآن أعيش فيه. فرع الحسينية كان في 2019 عدد حجم مبيعاته 400 مليون أو 400 ألف، في 2020 صار 500 فزاد بمقدار 100. فرع توريل كان 1400 وزاد أيضا 100 فصار 1500. فإحنا دلوقتي عايزين نقارن أداء الفرعين، ما ينفعش أقول الفرع ده زاد ب100 وده 100 فمقدار الزيادة بتاعتهم مقدار متساوي، لأن ده زاد 100 من أصل 400 لكن ده زاد 100 من أصل 1400، وده بيبان طبعا في الشكل البياني. ده فرع الحسينية وده فرع توريل 2019 و2020، فده زاد بمقدار 100 وده أيضا زاد بمقدار 100، لكن ده بدأ من نقطة بداية أو بيس لاين أقل من ده، فعشان كده أفضل إن احنا نحسب نسبة النمو بالنسبة للحجم الأصلي. خلينا نشوف في المثال ده إزاي نقدر نحسب معدل النمو السنوي. زي ما قلنا في البسط بنحط قيمة العام الحالي ناقص قيمة العام السابق ونقسم على قيمة العام السابق، يعني قد ايه زدنا من نقطة الانطلاق، كنا قد ايه ده العام السابق وزدنا قد ايه انطلاقا من هذه النقطة، الرقم ده اللي هو الفرق اللي اتحط في البسط. فمثلا بالنسبة لفرع توريل كان فيه 1400 فرع
ويتحولهم 1400 حساب صاروا 1500، فتبقى المعادلة 1500 ناقص 1400 اللي هو مقدار الزيادة اللي تمت مقسومة على سنة الأساس أو سنة البدء اللي هي 1400. أما نضرب الكلام ده في 100 تطلع 7.1، يبقى الفرع ده زاد 100 حساب وده يمثلهم 7.1. أما فرع الحسينية فهتبقى 500 ناقص 400 اللي هو مقدار الزيادة، نقسم الكلام ده على سنة الأساس أو سنة البدء اللي هي 400 ونضرب في 100، يعني 100 زاد ده زاد 100 وده زاد 100، بس ده 100 من 400 تمثل 25%، هنا تمثل فقط 7.1%. كده يبقى احنا حسبنا نسبة أو معدل النمو لفرعين، فرع توريل وفرع الحسينية، هي تفادي التذبذبات الموسمية. ازاي تفادي التذبذبات الموسمية؟ خلينا نشوف ده أداء 2019 وده أداء 2020، ده الربع الأول والثاني والثالث والرابع، وفي السنة 2020 ده برضو الربع الأول والثاني والثالث والرابع. لما أجي أقارن مثلا أداء الربع الثاني هنا، هل أقارنه بالفترة السابقة؟ يبقى الفترة السابقة ناقص الفترة الحالية على الفترة السابقة، ما ينفعش نعمل كده، مع أن العادي أنك أنت في معدل النمو بتقارن الفترة دي بالفترة اللي قبلها على طول، لكن في الحالة دي ما ينفعش نعمل كده. والسبب في كده أن احنا لو بصينا على طبيعة هذه الأرقام نجد هذه الأرقام فيها موسمية، الربع الأول الثاني الثالث الرابع في سنة 2019 كانت قيم 50 189 و60، وبين ان هنا في تذبذب وبين ان ده شيء موسمي، يمكن حاجة عليها اقبال كبير في شهر الصيف زي المصايف والايس كريم والادوية الناموس مثلا الى اخره، الحاجات اللي بترتبط بشهر الصيف. وبالتالي ما ينفعش لما انا اقارن اداء الاربع السنوية في 2020، لازم ما اقارنش بين ربع والتاني، ولكن اقارن كل ربع بالربع المناظر له. فلو رسمنا هذه البيانات ل 2019 ورجعنا قسمنا 2020، باين ان 2020 زادت، يعني 50 بقت 55، 100 بقت 112، و89 بقت 100، وال60 بقت 75 زي ما احنا شايفين، بس مقدار الزيادات ما هيش متساويه. ما ينفعش انا اقارن ربع بالربع اللي قبله، لازم أقارن كل ربع بالربع المناظر له، فأقارن الربع الأول ده بالربع الأول ده. فلما نيجي نعمل المعادلة دي تبقى الفترة السابقة ودي الفترة الحالية، وبالتالي نسب النمو هنا ده زاد 5 من أصل 50، يعني زاد 10%، وده زاد 12 من أصل 100، يبقى زاد 12%، وهكذا. فهذه النسب تعكس الحجم النسبي للفجوات ما بين الخط الأحمر والخط الأزرق، فالعشرة في المية لها علاقة بالربع الأول هنا، والاتناشر في المية نسبة النمو في الربع الثاني، وهكذا الاتناشر في المية الربع الثالث ودي الربع الرابع. وبالتالي احنا كده شفنا ان ازاي حساب نسب النمو مش بالضرورة ان نتسرع ونقارن كل ربع بالربع السابق له، لكن لازم نشوف هل هذه المقارنة يعني منطقية ولا غير منطقية. ودي حالة احنا بينا فيها ان بسبب الموسمية ما ينفعش نعمل كده، ويجب ان احنا نقارن كل ربع بالربع اللي المناظر له في العام السابق. احنا هنا هنستعرض ايضا ازاي بنحسب معدل النمو لاكتر من فترة. المثالين اللي فاتوا كنا بنقارن فترة بالفترة السابقة، لكن افرض احنا عندنا هنا بيانات لسلسلة زمنية 2011 2012 لغاية 2019. خلي بالك ان عدد السنوات هنا 1 2 3 4 5 6 7 8 9، لكن القفزات اللي تمت 8 قفزات، يعني انت تحولت هنا او نميت من 11 ل 12 ومن 12 ل 13 ومن 13 ل 14، فالحركة البينية بين السنوات هي 8 حركات سنوية. احنا اللي عايزين نعمله هنا عايزين نشوف، احنا ما بنقارنش فترتين ببعض، ولكن عايزين نشوف السلسلة الزمنية والنمو فيها، شكل النمو كان ايه. طبعا ابسط حاجه احنا ممكن نعملها ان احنا نطبق نفس اللي عملناه على سنتين ولكن نكرره 8 مرات. فنقول مثلا في 2012 زادت عن 2011 بمقدار 25، فنقدر نحسب معدل النمو ده. ففي 2012 نمت عن 2011
بأن احنا نطرح 325 ناقص 300 يعني 25 ونقسم على 300 اللي هي القيمة السابقة. نفس اللي عملناه ده نكرره هنا تاني ونرجع نكرره هنا تاني وهكذا. لو عملنا كده تطلع لنا نسب النمو لكل سنة طبعا تختلف عن التاني، وده شيء لازم نلاحظه لأن احنا هنتكلم على عدة حالات الآن مختلفة، فعايز يعني اللي بيتابعنا يركز في هذا الشيء ان نسب النمو هنا من سنة الأخرى اختلفت، لأن احنا كل مرة بناخد الرقمين دول ونحسب منهم نسبة النمو دي، وناخد الرقمين دول نحسب نسبة النمو دي وهكذا. فإحنا لو حاولنا نرسم هذه القيم على رسم بياني هيطلع الشكل كده. طبعا ده مش شكل خط مستقيم، الخط ده اللي احنا بنسميه ترند. انا رسمت الخط عشان ابين ان في نقط اهي فوق الخط، في نقط فوق الخط، وفي نقط تحت الخط، فدي ملهاش شكل خط مستقيم، ولكن حسب ما القيم الفعلية طلعت انا قمت برصدها. يبقى ال 300 دي نمت من 300 الى 500. نمت ازاي؟ نمت في الاول بنسبة 8.33% فصارت كده، ورجعت نمت بهذه النسبة، ورجعت نمت بهذه النسبة، وكل مرة كانت بتنمو بنسب مختلفة ومقدار الزيادات من سنة لسنة مختلفة. يعني هنا زادت 25 لكن هنا زادت 20 بس وهكذا. فبالتالي القفزات قفزات غير متساوية، ونسب النمو نسب غير متساوية. لو عايزين نعبر بدي على شكل فلو ممكن نعملها بالشكل ده. هناخد نفس السنوات ونكتب من 2011 إلى 2019. خلينا نشوف إيه اللي حصل في كل سنة من السنوات. إحنا بدأنا من نقطة الصفر ب 300. ها؟ في 2011 بدأنا ب 300. حصل إيه في خلال هذه السنة؟ حصل نمو قدره 8.33% زيادة عن 300 اللي هي الأصل. فدي البروسيس اللي حصلت، زيادة ب 8.33. فلو ضربنا دي في دي، لو ضربنا 8.33 في 300 يجب لنا مقدار الزيادة اللي حصلت، لو جمعناها على 300 يطلع لنا 325. وحاول انت تضرب 8.33 في 300 يطلع مقدار الزيادة اللي حصلت 25 بالضبط. لو جمعت 25 على 300 يطلع لك 325. طريقة تانية طبعا لحساب 325 ان احنا نضرب 300 في 1.833، 1.0833. لو ضربت 300 في 1 زائد دي يطلع لك الرقم ده في مرة واحدة على طول. طب ايه اللي حصل بقى في 325؟ تعرضت لهذه الزيادة اللي قدرها 6.15%. ها، فحصل لها 6.15%. لو ضربت ده في ده يطلع لك مقدار الزيادة، لو جمعته على 325 يطلع لنا 345 اللي هو الرقم ده وهكذا. لو قعدنا قررنا خدنا نفس نسب النمو دي وطبقناها يطلع لنا في الاخر 500. لاحظ هنا ان دي نسب النمو الفعلية اللي حصلت، دي نسب النمو الفعلية اللي حصلت بالفعل. لكن هناخد احنا بعد كده طريقتين اخرتين لحساب هذه النسب، وليست هي النسب الفعلية ولكن نسب مقدرة ابسط، بدل ما نقعد نتكلم على كانت 8 وبعد 6 وبعدين بقت 8 وبعدين بقت 3. افرض احنا عايزين نلخص كل الكلام ده في رقم واحد ويبقى رقم ثابت يسهل علينا، نقول بصفة عامة نسبة النمو كانت كذا، بصفة عامة كانت نسبة النمو كذا، بدل ما نقول كانت نسبة النمو في السنة الأولى كذا ثم كذا ثم كذا، بدل ما نقول 8 أرقام ازاي نبسط دي ونقولها بشكل رقم واحد. هنعمل كده دلوقتي بطريقتين مختلفتين في الشرايح التالية، فنركز مع بعض إن شاء الله. هنا هنشوف إزاي نحسب أو نفترض إن معدل النمو من سنة لسنة كان مقدار ثابت، مقدار نمو ثابت وليس نسبة نمو ثابت للتبسيط. فإزاي نحسب مقدار النمو الثابت اللي ياخدنا من 300 إلى 500؟ نعمل كده بإن احنا نفترض إن هي دي الفترة الحالية وهي دي الفترة السابقة، ونحسب معدل النمو زي ما بنحسبه لأي سنتين أو فترتين متتاليتين باستخدام المعادلة دي اللي بتقول نسبة النمو الإجمالية لتمن، طبعا دي 9 سنوات لكن 8 قفزات نمو، إجمالي نسبة النمو اللي خدتنا من 300 إلى 500 هي عبارة عن 500 ناقص 300 مقسومة على 300 ومضروبة في 100 اللي هي المعادلة الموجودة هنا دي.
500 ناقص 300 مقسومة على 300 ومضروبة في 100، ده يدينا نسبة نمو 66.6%، تاخدنا من 300 في قفزة واحدة، تعدي بينا من الزمن 8 سنوات لتوصل ل 500. طيب لو أنا عايز أعرف في المتوسط السنة كانت كام في المتوسط، بافتراض إن دي قفزات متساوية، يبقى متوسط نسبة النمو أخد 66.6 بتوع 8 قفزات أقسمها على 8، يدينا في المتوسط النمو السنوي كان 8.3. يعني لو أخدت أنا بقى 8.3 عشان أشوف أول سنة تحركت قد إيه، يبقى متوسط مقدار النمو أخد 300 أضربها في 8.3 تطلع 25. ولو طبقنا الكلام ده على كل سنة تطلع ناخد نفس ال 25 دي، نفترض إن هي كل سنة كانت بتزيد 25 بصورة متساوية، فبالتالي الجدول ده دي القيم الفعلية اللي حصلت. لكن لو احنا خدنا هذه السنوات وبدأنا بالبداية 300 بس، وسبنا الأرقام دي ما لناش دعوة بيها، وخدنا 300 وعدنا زدناها كل سنة 25، تبقى 325، نزيد 25 تاني تبقى 350، 375 وهكذا على نهاية الثمان فترات، نوصل في السنة التاسعة إلى 500 اللي هو الرقم ده نفسه وصلنا إليه. الفرق بين ده وده إن دي القيم الفعلية اللي كانت حصلت، لكن دي افترضنا فيها مقدار تغير وليس نسب تغير متساوية، وصلتنا لنفس النتيجة في الآخر. وبالتالي لو أنا عايز أتنبأ بقيمة 2019 ممكن مرة واحدة بدل ما أعمل الجدول ده أبدأ بال 300 وزودها 25 8 مرات، يبقى في 8 في 25 يبقى 300 زائد 200 يساوي 500 اللي هي قيمة 2019. لو حطينا دي في شكل رسمة بيانية يطلع الحالات دي شكل خط مستقيم تماما. ليه؟ لأن معدل التغير أو السلوب أو منحنى الخط هو 25 في كل النقاط وأعلى الخط. تذكروا المرة اللي فاتت كانت النقاط دي بعضها فوق الخط وبعضها تحت الخط، لكن هذه النقاط تماما على شكل خط مستقيم. ولو عايزين نتابع دي في شكل فلو يطلع ان احنا بدأنا ب 300 وكل سنة نزيد نفس المقدار 25 25، ف 300 زائد 25 يساوي 325، برضو هنا ضفنا 25 ضفنا 25 وهكذا. لو عملنا كده 8 مرات نوصل لغاية كام؟ لغاية 500 في النهاية. يبقى كده احنا شفنا طريقتين لحساب معدل التغير، واحدة بناخد فيها النسب من سنة لسنة، النسب اللي بتحصل ودي بتتغير من سنة لسنة، هنا افترضنا مقدار واحد ثابت من سنة لسنة. الحالة الثالثة اللي هنجيبها بعد كده عايزين نفترض ان في نسبة تغير ثابتة من سنة لسنة، نسبة تغير مش مقدار تغير. فما هي النسبة الواحدة اللي انا لو حطيتها هنا وزودت بيها كل سنة عن التانية توصلني من 300 الى 500؟ هذه النسبة تسمى معدل النمو السنوي المركب Compound Annual Growth Rate KAGR كاجر. فدي خلينا نشوف بنعملها ازاي. دي لها معادلة، المعادلة دي بتقول معدل النمو السنوي المركب هي قيمة آخر فترة مقسومة على قيمة أول فترة مرفوعة أس واحد مقسومة على عدد الفترات، يعني واحد على عدد الفترات ناقص واحد. فهي دي المعادلة بتاعتنا، الفيرست أول فترة على فاينل سيير على ستارت يير اللي هي آخر فترة على أول فترة مرفوعة أس واحد على عدد السنوات ومطروح من تحت ناقص واحد. كل الكلام ده لو ضربناه في 100 يدينا معدل النمو السنوي المركب. خلينا نشوف ازاي هنطبق الكلام ده. ناخد البيانات بتاعتنا ودي القيم النمو العادية اللي احنا كنا عملناها في اول التمرين، لكن عايزين نحسب هنا معدل النمو المركب. دي نسب النمو العادية اللي خدناها من سنة لسنة، احنا عايزين نحسب بدل النسب دي مختلفة، شايفين 8.3 6.1 5، عايزين نشيل كل دول ونحط رقم نسبة مئوية واحدة نكررها فيها كلها. نحسب هذه النسبة ازاي؟ بان احنا نطبق في هذه المعادلة. المعادلة دي ازاي نطبقها؟ محتاجين ثلاث حاجات عشان نحطها في المعادلة دي. محتاجين اخر فترة، محتاجين اول فترة، محتاجين عدد الفترات. طبعا اول فترة 300 واخر فترة 500 وعدد الفترات 8 فترات.
لو خدنا الحاجات الثلاثة دي قيم وعوضنا بيها في المعادلة دي نحصل على معدل النمو المركب 500 مقسومة على 300 مرفوعة أس واحد على عدد الفترات يعني تمن، وكل ده هنطرح منه واحد. لو عملنا دي في الكالكوليتور تطلع لنا 6.56، يعني لو شلنا القيم دي كلها وكتبنا مكان كل قيمة نفس دي 6.59، آسف 6.59، يطلع لنا في الآخر تاخدنا من 300 إلى 500. وده احنا عاملينه في الجدول ده، بدأنا ب 300 ضربناها في 6.59 طلع لنا 20، خدنا ال 20 ضفناها على 300 طلعت 320، خدنا ال 320 ضربناها في نفس النسبة طلع 21، نضيف 21 على دي تطلع لنا 341، وهكذا لو ضربنا دي في دي هتطلع لنا، انا شايف هنا تقريبا 22، لو جمعت 22 على 341 تطلع 393. فمقدار التغير بيزيد كل سنة، مقدار التغير بيختلف لكن نسبة التغير ثابتة. وليه بيزيد ده دايما باستمرار؟ لأنه كل مرة أنا بضرب في القيمة الجديدة اللي بعد منها. لو حطينا حبينا نحط دي في شكل فلو، نلاحظ في الفلو ده إن احنا بدأنا ب 300 وانتهينا ب 500، ولكن نلاحظ هنا إن القيمة اللي موجودة هنا، القيمة اللي موجودة هنا نسب مئوية متساوية 6.59، هي نفس النسبة دي تنطبق على كل الفترات، هتوصلنا دي 320 مخرجات السنة الأولى اللي هي هنا 341 لغاية لما توصلنا ل 500. كده احنا خدنا ثلاث طرق. خلينا نشوف شكل الرسمة البيانية بتاع دي هيبقى شكلها ايه. قبل ما نشوف الرسمة البيانية، انا ممكن اتنبأ بقيمة اخر عام اللي هو ده بالمعادلة دي. يبقى آخر عام هو عبارة عن أول عام ده مضروب فيه 1.659 اللي هو 1 زائد نسبة النمو مرفوع أس 8 يساوي 500. ليه؟ لأن هو ده نفسه اللي أنا عملته هنا. والرقم ده عبارة عن إيه؟ الرقم ده عبارة عن 300 في 1.0659، يعني يدينا ده. وعملت ده تاني وعملت ده تالت، يعني لو عملت دي 8 مرات توصل للقيمة النهائية. مش لازم أعمل الجدول الكبير ومش لازم أعمل الرسمة الكبيرة، يكفي إن أنا أخد أول سنة وأضربها في 1 زائد نسبة النمو مرفوعة أس 8 كأني ضربت 8 مرات يدينا القيمة النهائية. خلينا نشوف الرسم خلينا بقى نقارن دلوقتي التلاتة اللي احنا عملناهم الآن. أول واحدة النسب أو معدل النمو السنوي بنحسبه زي ما هو، أو مقدار نمو ثابت أو نسبة نمو ثابتة. لو عملنا كده هي دي الحالة الأولانية، بنقارن كل سنة بالسنة اللي قبل منها، فبتبقى 325 ناقص 300 على 300 يدينا دي، ونكرر الكلام ده 8 مرات يدينا نسب مختلفة، والنقط هنا مختلفة بعضها فوق الخط وبعضها تحت الخط. مقدار الزيادة من سنة لسنة اختلف، ونسبة الزيادة من سنة لسنة اختلفت. هنا مقدار الزيادة من سنة لسنة ثابت، مقدار الزيادة من سنة لسنة ثابت، وبالتالي طلعت على شكل خط مستقيم. هنا نسبة النمو من سنة لسنة هي اللي ثابتة، وبالتالي طلعت على شكل كيرف متصاعد أو منحنى متصاعد. احنا كده شفنا ازاي في هذا الدرس نقارن سنتين ببعض. عرفنا في الأول ده بيفيدنا إزاي لما يكون الوزن النسبي مختلف للأشياء اللي احنا بنقارنها، وشفنا كمان لو كان في موسمية ما بنقارنش الفترة بالفترة اللي قبل منها ولكن بالفترة المناظرة لها في العام السابق. وخدنا ثلاث طرق لحساب سلسلة زمنية للنمو. الطريقة الأولانية خدنا الأكتشوال نمبر والأرقام الفعلية للنمو، الثانية ثبتنا مقدار التغير، والتالتة ثبتنا نسبة التغير. بكده ننتهي من هذه الوحدة اللي اتكلمنا فيها على نسب ومعدلات النمو السنوي. وارجع انبه مرة تانية، هي في واقع الأمر نسب مئوية للتغير السنوي، نسب مئوية للتغير السنوي.
وليست كما هو الخطأ الشائع معدل نمو سنوي. شكرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.